الأكاديمية الدبلوماسية تحتضن الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي في نواكشوط بمشاركة واسعة من الشركات المغربية والفاعلين الاقتصاديين في موريتانيا، تعزيزا للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من أجل توطيد مناخ الاستثمار. نوع من دواعي الغبطة والسرور أن أحضر معكم اليوم وأن أرحب بكم بمستهل لانطلاق فعاليات أعمال الدورة الثالثة منتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، وبعد مناسبة لتعزيز الشراكات والمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في بلدينا الشقيقين، وللبحث عن سبل كفيلة بتطوير هذه الشراكات والمبادلات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح وفق التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القذراني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حال السعادة أيها السيدات والسادة، لقد شهدت علاقات اقتصادية بين بلدينا والمبادلات التجارية ديناميكية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم المبادلات أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، سجلا نسبة زيادة قياسية تجاوزت 58% في سنة 2022 مقارنة مع السنوات السابقة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين موريتانيا والمغرب وإعطاء دفعة جديدة للمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. لقد تعززت علاقات الأخوة والصداقة التي تربط بلدينا الشقيقين في السنوات الأربع الأخيرة بفضل الإرادة السياسية القوية والتوجيهات النيرة لقائدينا صاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، للدفع بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الموريتاني والمغربي. وينتظر من هذا المنتدى أن يعمل إلى الارتقاء بالعلاقات الموريتانية المغربية إلى مستوى أفضل، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. إن الأمل حضرة السيدة السادة معقود على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين لتنزيل هذه الشراكة عبر الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانات والمؤهلات التي يزخر بها البلدان. وكما تعلمون أن هذه المؤهلات كثيرة ومتنوعة، أصبح اليوم ممكناً ترجمتها في عمل مشترك قوامه التكامل الإيجابي ومبدأ رابح رابح. ويعمل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وموريتانيا من خلال شراكة محكمة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. إن تنظيم مثل هذه الملتقيات بقدر ما يشكل فرصة ثمينة لتوطيد علاقات الشراكة وزيادة المبادلات والاستثمارات القائمة، فإنه في ذات الوقت يمكن من مزيد الاطلاع على المقدرات الاقتصادية الكبيرة وفرص الاستثمار المتوفرة في بلدينا. وفي هذا الصدد، فإن موريتانيا تتمتع باقتصاد منفتح متنوع ومرن يشمل مجالات الصيد والزراعة والمياه والثروة الحيوانية والمعادن والطاقة، ومنها الغاز الذي سيبدأ استغلاله خلال الأشهر القليلة القادمة، والهيدروجين الأخضر والذي شهد توقيع عقود لإنتاجه مع مجموعات دولية كبيرة. إن كل هذه المجالات المستندة على مدونة استثمار محفزة ومناخ أعمال مشجع، نفتح الباب واسعا أمام المستثمرين وخاصة من المغرب الشقيق، سواء عن طريق الشراكة مع موريتانيين أو بشكل مباشر من أجل زيادة وتطوير هذه الاستثمارات وإقامة شراكات مربحة قوية وصامدة تصل إلى مستوى التطلعات. ينعقد ملتقانا اليوم في سياق زمني متميز،
حيث تم اختيار صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي، وحمل خطابه الافتتاحي للقمة المزيد من التأكيد على محورية القطاع الخاص والعمل على ترقيته والنهوض به، وهي المناسبة التي نهنئ أنفسنا بها. ويؤكد انعقاد الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي حرص البلدين الشقيقين على المضي قدما بالعلاقات التجارية والاقتصادية. بالفعل تاريخنا المشترك وروابطنا الوثيقة مبنية على الأخوة والثقة والاحترام وقرب الجغرافي، وكذلك التكامل بين اقتصادينا عوامل تفتح مجال لفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، كما أن الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة والأزمات المتتالية تحتم علينا كجيران وأصدقاء أن نوحد جهودنا لضمان السيادة الاقتصادية لبلدينا في شتى المجالات الغذائية، الطاقية، الصحي واللوجستيكية. وشكل افتتاح هذا المنتدى الاقتصادي فرصة لوقوف جميع الحاضرين للترحم على الراحل أحمد الحمزة رئيس اتحادية الصناعة بأرباب العمل الموريتاني، تقديرا له على جهوده لرقي بالعلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الشقيقين.